انما ايه الحكايه بقى اللي ورا الموضوع ده؟ هنفهم. الاستاذ يوسف البدري مساعد رئيس تحرير المصري اليوم، اهلا بيك يا فندم. استاذ عمرو مساء الخير، ازي حضرتك؟ احنا في انهي مرحله؟ حضرتك اكيد سمعت التساؤلات بتاعتي. بالفعل استاذ عمرو، لكن احنا في الاول لازم نوجه الشكر للنيابه العامه الامين على عام على الدعوه الجنائيه في مصر. المجهود اللي حضرتك بتتكلم عليه وتساؤلات حضرتك كلها تساؤلات مشروعه. احنا لما بدات القصه نهايه شهر مايو او تحديدا بدايه شهر 6 كانت في اصوات مع وضد، واللي مع وضد احنا بنتكلم في النيابة العامة تتكلم من خلال اوراق. النيابة العامة وصلت اليها هذه القضية يوم 14/6/2021، اعلنت جزء مما تقوم عليه بعد 6 شهور متصلة يوم 14/12/21. النيابة العامة عملت ايه عشان الناس تفهم يا استاذ عمرو؟ كان في خلاف مدني على شقة موجودة في الزمالك. أيوة. والمحكمة الابتدائية، محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وفقا للحكم الصادر رايحة تسلم الشقة دي لأحد الأشخاص من نجل المستشار أحمد عبد الفتاح. أثناء تنفيذ هذا الحكم عثرت على القطع اللي معروضة قدام حضرتك، بدأت تباشر أعمالها وبدأت أعمال الجرد، وعندما انتهت من أعمال الجرد أخطرت النيابة العامة لاتخاذ شؤون. النيابة العامة استلمت القضية زي ما قلت لحضرتك يوم 14/6/2021، وانتهت لإيه يا أستاذ عمرو؟ سلمت المجلس الأعلى للآثار 1384 قطعة أثرية، زائد سلمته 1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية موصى بتسجيلها كآثار. يعني إذا هذه المضبوطات الآن بحوزة المجلس الأعلى للآثار، وده اللي بيوضحه. طب ممكن تشرح لي يعني إيه موصى بتسجيلها كآثار؟ هذه القطع قطع فنية، تم التوصية إن هو يتم تسجيلها كأثر تكون خاضعة للقانون 117 لسنة 83. التوصية دي الآن ولا هي موجودة من قبل كده؟ إنه الآثار دي لما تبقى موجودة يوصى بتسجيلها كآثار؟ لا، ما النيابة العامة عملت إيه؟ النيابة العامة يوم 29/6 أمرت بنقل محتويات شقة الزمالك لقاعة مجهزة فين؟ في مقر مكتب النائب العام. عند النائب العام شخصيا تحت بصره يعني. لا، وعملية النقل تمت تحت إشراف فريق التحقيق اللي شكله النائب العام من المكتب الفني ومن رؤساء النيابة. يعني لنقل القطع الأثرية النيابة العامة في قاعة مجهزة داخل مقر مكتب النائب العام. كمان شكلت لجنة من رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري والمتخصصين وأساتذة بكلية الآثار وأساتذة أيضا متخصصين في اللوحات ومتخصصين في التسميم. وكلها هذه القصة بدأت داخل القاعة اللي تم العرض اللي حضرتك بتعرضه فيه كل القطع الأثرية. تم العرض، تم الانتهاء لغاية هذه اللحظة من 5000 قطعة. المفاجأة كمان يا أستاذ عمرو أن النيابة العامة لما عملت جرد ونقلت المحتويات للقاعة أجرت تفتيش للشقة، فعثر على محتويات تاني ومجوهرات وقطع أثرية داخل الشقة كان اللي هو الجرد الأولاني ما كانتش موجودة. يعني لما شالوا الحاجة كلها رجعوا الشقة تاني لقوا أثار جديدة. رجعوا الشقة تاني، وده اللي مكن فريق التحقيق انه يجري تفتيش دقيق للوحدة السكنية والمحل اللي اسفر الوحدة السكنية، واسفر عن ضبط قطع اضافية واوراق ومستندات خاصة بالواقع. يعني النيابة العامة ليه الناس بتسأل دلوقتي ليه النيابة العامة نقلت المحتويات لقاعة مجهزة؟ لان النيابة العامة لما راحت تبين ليها من المعاينة انه كمية الاثار وكمية القطع واللوحات والنياشين والأوسمة والقطع الذهبية والساعات كبيرة جدا وضخمة عليها ان هي تبقى في هذه المساحة كلها والنيابة العامة بتباشر شؤونها.
فنقلتها للقاعة المجهزة اللي تم تجهيزها في مكتب النائب العام، وبدأت تحصر في باقي المضبوطات اللي موجودة داخل الشقة. احنا لما كنا بنتكلم ونقول انه في مخبأ سري يا استاذ عمرو، ونقول ان دي مغارة علي بابا، بعض المحامين زعلوا مننا وطلبونا بالاعتذار للقاضي، وقالوا ان القضية خلصت، وده اللي حضرتك كنت بتقوله من شوية. ولكن تحقيقات النيابة قالت ان اللجنة الفنية برئاسة مصطفى وزير في حضور فريق التحقيق اللي تم تحت إشرافه من يوم 11/7/2021 على مدار أكثر من عدة جلسات أجرت إجراءات الفحص الأسري والفني. يا يسري فضل. السؤال الهام، هذه الآثار فرعونية وإسلامية وأسرة محمد علي هي آثار مشروعة أم غير مشروعة؟ شوف السؤال مباشر أهو. إزاي مشروعة؟ هو في بعض الأشخاص مصرح ليهم في مصر وعددهم معروف لدى وزارة الآثار بحيازة قطع أثرية تكون مسجلة تابعة وزارة الآثار، لكن هذه الآثار غير مشروعة بالمرة وفقا لتحقيقات النيابة العامة. النيابة العامة النهاردة عملت تقرير مفصل يا أستاذ عمرو في 320 صفحة أوردت فيه قيد كل القطع الأثرية اللي بتنتمي للحضارة المصرية والقديمة والعصور الإسلامية وعصر محمد علي، وخاصة كمان النيابة العامة عملت جرد للحاجات المملوكة للأسرة اللي مالكة للشقة. يعني النيابة العامة النهاردة مش خصم ولا حكم، النيابة العامة النهاردة بتدي كل واحد حق. يعني في أشياء مملوكة للأسرة اللي بتاعت الشقة وفي أشياء مش مملوكة ليهم. بالفعل، وده واضح جدا في بيان النيابة العامة إن هو بيحصر لما يقول التقرير فيه 320 صفحة لكل قطعة تاريخها منين جت منين، واللي بيعمل القصة دي مش النيابة العامة بس، ده النيابة العامة مشرف وأمين عام على الدعوة وجايبة متخصصين أعلى متخصصين في الدولة. في النهاية النيابة العامة أمرت بتشكيل لجنة من القطاعات المتخصصة في وزارة الداخلية لإجراء تحرياتها حول الواقعة، وكمان في استكمال لإجراءات التقاضي، وكمان خلال الأيام وفقا لبيان النائب العام هيكون فيه هناك استدعاء لمتهمين في هذه الواقعة. حصل الاستدعاء ده ولا ده حضرتك بتتوقع ان دي الخطوة القادمة؟ لا، هو مش توقع، ده اكيد انه بيان النائب العام قال ان هو هيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللي جاية، بس الإجراءات دي هتتم ليه؟ انه في بعض القطع حتى هذه اللحظة لم يتم فحصها، اللي تم فحصهم لغاية دلوقتي 5000 قطعة أثرية اللي تم تسليمهم للمجلس الأعلى للآثار، 1384 قطعة أثرية وال 1288 قطعة ذهب. ومعنى، معلش اصبر عليا يا يسري، ومعنى تسليمهم للمجلس الأعلى للآثار أنهم ذهبوا للمجلس الأعلى للآثار ولن يعودوا لصاحب الشقة تاني. أنا آسف السؤال قد يبدو غبي، بس يعني أنا ده سؤال جميل جدا. السيد مصطفى وزير لما بيتكلم للنائب العام بيقول له احنا بنشكرك انك انت رجعت لنا الحاجه دي واهدتنا، والنائب العام بيطلب منه ان هو يكون في المتحف الكبير جزء من هذا، يكون انه للاثار المضبوطه والاثار المسترده، يعني ان هذه القطع الاثريه الان اصبحت تم استردادها للدوله المصريه، مصادرتها لحق الدوله المصريه. ووفقا لتوصية النائب العام أعتقد أنه سيتم الاستجابة للتوصية، سيكون هناك معرض أو متحف مخصص لهذه القضية تحديدا، لأن حضرتك لما طلعت في بداية الوقعة وقلت أنه ده متحف صغير، قلت ده متحف صغير، الناس كلها قعدت، واللي قال مغارة علي بابا الناس كلها بدأوا يبعتوا بيانات وان هو ملك الشقة قاضي فاضل. احنا محدش تجاوز خالص في حق المستشار احمد عبد الفتاح، حتى النيابة العامة حتى جهات التحقيق المحكمة الابتدائية قالت ان هو لو في اشياء خاصة لأسرة المستشار تم ذكرها في التحقيقات وسترد لأسرة المستشار، ولكن هذه القطع الأثرية من أسرة محمد علي أو الحضارة الإسلامية أو الحضارة الفرعونية الآن في حوزة وزارة الآثار. يسري معك يا أستاذ عمرو،
هل هيتاح الفرصة؟ ما لازم أسأل كل أسئلة لحضرة القاضي اللي عايش في الكويت إن هو يقول والله يا جماعة أنا في حاجات عندي مستندات بملكيتها، هل ده أمر ولا أنت بتقول لي إن في أشياء ما ينفعش يكون ملكها؟ لا، المحامين لسيادة المستشار منذ اللحظة الأولى قدموا عدد من الاستشكالات أمام المحكمة ودفعوا بعض الدفوع نظرتها محكمة جنوب القاهرة الابتدائية التي كانت تنفذ الحكم، ومنها ما نظر وزير العدل، ومنها ما نظرته النيابة العامة، وقدم جميع المستندات الخاصة بدليل أن بيان النائب العام قال أن هناك بعض الممتلكات مملوكة لأسرة مالك الشقة، وبعض القطع الأثرية تم تسليمها إلى المجلس الأعلى للآثار. نحن أمام قضية أستاذ عمرو دلوقتي، مش شقة ولا خلاف. خلينا نسأل السؤال بشكل أعنف شوية، هل إحنا أمام جريمة؟ بالفعل إحنا قدام جريمة، جريمة آثار وجرائم أخرى، يعني وفقا لما تنتهي إليه النيابة العامة. إحنا ليه محكمين في التعبيرات يا أستاذ عمرو؟ النيابة العامة لم تنتهي بالزبط. حتى هذه اللحظة من القول التوصيف الفصل فيها القول الفصل في هذه القضية، حتى براعة التصوير وبراعة المحقق بيقول إن إحنا اللي بنعمله هذه المرة هي مرحلة من مرحلة التحقيق، وشبهها بالمعاينة التصويرية لمكان الجريمة. بالظبط. يعني ده اللي احنا مخلينا محددين، عندما تنتهي النيابة العامة من تحقيقاتها في هذه الواقعة سيكون هناك قيد ووصف واتهامات محددة وفقا لمن يتم استدعائه من المتهمين، خاصة ان احنا عندنا واحد بيقول ان الشقة دي بتاعتي والتاني بيقول الشقة دي بتاعت ابن المستشار ده. لغاية دلوقتي احنا الحيازة لغاية دلوقتي مش عارفينها لمين، ولكن وفقا للبيان الصادر من المستشار احمد عبد الفتاح في بداية القضية ان هذه الشقة ملكه، في حين ان هو فيه احد المتنازعين بيقول ان الشقة ده ملك نجل المستشار احمد عبد الفتاح. علينا ان احنا ننتظر تحقيقات النيابة والقيد والوصف، وبعد كده هيقول ان هناك جرائم متعددة في هذه الواقعة. الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير مصر يوم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة.